السلام عليكم. Hello there. I'm Adil from English Peasy. Today with a new video, English Studies in Morocco, Semester 3 Modules. يعني اليوم غادي نهضروا على مقرر ديال الدراسات الإنجليزية بالنسبة للناس اللي عندهم استرو. أول حاجة غادي نشوفو هي عندنا 6 ديال لي موديول ماشي 7. بالنسبة لل S1 و S2 كيكونوا 7 ديال لي موديول حيتاش فيهم لا لونغ اللي هي الفرنسي. بالنسبة من الـ S3 للفوق كتحيد الفرنسي، يعني كيبقاو عندنا 6 ديال لي موديول. أول موديول هو Extensive Reading، Composition 2، Grammar 3، Initiation to Translation، Public Speaking، British and US Culture and Society. هما 6 ديال لي موديول اللي غادي نقراو في هذا السيمستر هذه ان شاء الله. دابا غادي ندوزو على كل موديول بوحدو وغنعرفو كل موديول اشنو غادي تقرا فيه. اول موديول عندنا اليوم هو Extensive Reading. In this module you will read a short story born or an article. This will actually ring a bell. هذا الشيء هو اللي قرينا البارح، الشيء اللي شفنا في الفيديو اللي قبل ديال Guided Reading. بالنسبة لـ Guided Reading شفنا باللي فيه تاهو نفس هاد القضية ديال Read a short story, poem or an article, analyze the readings, discuss the readings in class with your teacher and classmates. يعني هاد الثلاثة النقط كلهم مشتركة من بين الـ Guided Reading والـ Extensive Reading. ولكن غتقول شنو هو الفرق؟ شنو هو الفرق ما بين الـ Guided Reading اللي كاين في S1 والـ Extensive Reading اللي كاين في S3؟ حيت ضروري ما غادي يكون واحد الفرق. Guided Reading هو القراءة المؤطرة، ولكن Extensive Reading نقدر نقوله باللي هي قراءة ولكن شاملة، أو لا واحد القراءة اللي معمقة واحد شوية. يعني ما بقيناش بحال في الأول كنقراو داكشي شوية سطحي في Guided Reading. أما بالنسبة Extensive Reading لا، Extensive Reading كنتعمقوا شوية في القصة، وبالنسبة حتى التكست اللي كيتعطونا في Guided Reading كيكونوا Simple، Language ديالهم كتكون Simple، وحتى كيكونوا قصار. اغلب الاحيان تيكونوا شورت ستوريز او لا غير وحده ولا شي بوينت صغيره او لا شي ارتيكل. ولكن بالنسبه للاكستنسيف ريدين فكيكون عندكم يا اما بزاف ديال ريدينغز، تقدر تكون عندكم بزاف ديال شورت ستوري مثلا جوج ولا ثلاثه ولا غير وحده على حسب كل استاذ وعلى حسب كل يونيفرسيتي كيفاش كتخدم. ولكن على العموم راه متشابه مع موديل ديال Guided Reading. الفرق ما بيناتهم هو ان في هذا الموديول هذا كنزيدو نتعمقوا بزاف في داكشي اللي كنقراو، وكنوليو نحللو مزيان، وكنوليو نحاولو نجبدو لي فيغور دو ستيل اللي هما فيغورز او سبيتش. بحال مثلا ديك السيمبوليزم، باش كنقراو واحد الحاجه تكون عندنا واحد الرموز تما اللي كيخصنا حنا نخدمو عقلنا ونحللو داكشي اللي كنقراو باش نعرفو بالضبط اشنو اللي الكاتب كيقصد من ورا ديك الاكسبريشن او داك التعبير اللي كاتبو. يعني كيخصك تكون كيرفول في القرايه، وكيخصك تقرا وتعاود تقرا وتحلل مزيان باش انك تخرج بواحد التحليل منطقي وشي حاجه اللي مفكر فيها حتى شي واحد اخر وتديسكاسيها مع صحابك. يعني واحد من لي موديول اللي مزيانين وغادي يعجبوك. باغا ندوزو للموديول الثاني اللي هو كومبوزيشن 2. بالنسبه لكومبوزيشن 2 داير بحالو تقريبا بحال رايتين باراجرافز، غير هو في رايتين باراجرافز قلنا بلي غتقراو كيفاش تبداو تعلموا زعما الجمل كيفاش كيتكونوا، او لا كاع تقدروا تكتبوا باراجراف. لكن بالنسبه كاينه كومبوزيشن 1 في S2 اللي غنشوفوها من بعد، وكاين عندنا كومبوزيشن 2. يعني في كومبوزيشن 1 كتكتبوا لي باراجراف، في كومبوزيشن 2 كتجيو كتعلموا كيفاش تكتبوا إيساي. يعني كتحاولوا تجمعوا ما بين دوك لي باراجراف وكتكتبوا إيساي. Now, in this module, you will study what makes an essay. يعني أول حاجة هي أشنو اللي كيكون لنا واحد الإساي، يعني شنو هو المكونات ديال واحد الإساي. يعني خصنا نعرفو شنو كيكونه هو الأول، لما الحوايج اللي كيخصنا اللي كنشوفو في الإساي. يعني فاش كتشوف إساي كتعرفو كتقول هذا إساي. What makes an essay. عاد كندوزو ل how to construct an essay. يعني دا كيفاش انت غتكتب واحد الاساي، ولا كيفاش غتبني واحد الاساي، شنو هما الحوايج اولا الخطوات اللي خاصك تتبعهم باش تبني واحد الاساي اللي يكون سليم وصحيح. عاد اخر حاجه هي
how to write a good essay. يعني في الأول الأستاذ ديالكم كيعرفكم بعد على الإساي, شنو هو الإساي, الأنواع ديال الإساي, كيفاش كيتكتب. على حسب البروف ديالكم يقدر يركز لكم على واحد من النوع ديال الإساي. في الكيس ديالنا حنا ركزنا على الأرجومنتاتيف إساي ابن زور, وعند واحد البروف بالضبط. يعني كل بروف كيدير شي حاجة اللي هو مرتاح فيها ولا اللي كيشوفها هو مزيان. يعني إساي إن جنرال غادي يكون بحال غير تيكون الفرق في المحتوى ديالهم, كيفاش غادي يتكتب ولا كيفاش غادي تكونستراكت, كيفاش غادي تبنى. حنا درنا ارجومنتاتيف إساي اللي هو واحد المقالة اللي حجاجية. كما قلنا غادي يقريكم الأستاذ شنو هو الإساي وكيفاش كيتكتب الأنواع ديالو, كيفاش كيتبنى, شنو هما الحوايج اللي خصك تحترمهم, يعني المقدمة والعرض والخاتمة, شحال من باراجراف كدير على حسب الأنواع ديال الإساي. يعني هادشي كاملو كيتشرح وكتكتبوا إساي, كتعلموا تكتبوا إسايز وكيصححهم لكم البروف ديالكم باش تعلموا من الأخطاء ديالكم باش نهار الامتحان ما تعاودوهمش. ندوزو للموديول رقم 3. في هذا الموديول هذا عندنا grammar 3. دوزنا ديجا في S1 grammar 1, في S2 grammar 2, في S3 عندنا grammar 3. وهذا باي ذا واي هذا هو اخر موديول ديال الجرامر غادي تقراوه في هاد 3 سنين ديالكم. يعني in this module you will study اشنو غتقراو فيه. غتقراو types of phrases, يعني types ديال انواع ديال phrases, noun phrase, verb phrase, كاع دوك الانواع غادي تقراوهم. غتقراو types of clauses, يعني بزاف ديال الكلوزز كاينين, relative clause, adverbial clause, بزاف ديال الانواع ديال الكلوزز. نتوما غادي تقراوهم على حسب كل بروف على شحال غادي يقدر يركز كل يونيفرسيتي وشنو بالضبط غتقري في هاد grammar 3. ولكن حنا كنعطيكم لو نورم, يعني المعيار اللي نقدر نقولوا انه يقدر اغلبيه غادي يتبعوه, ولكن ما عرفناش. types of sentences, هنا حتى types of sentences عاوتاني غادي يقدروا يتعاودوا, شنو هما الانواع ديال sentences اللي كيكونوا عندنا. واهم حاجه واصعب حاجه اللي كاينه في هاد grammar 3 هما bracketing, ambiguity and tree diagram. يعني هاد ثلاثه درتهم بين قوسين حيتاش كاينين دي بروف اللي غيديروهم وكاينين دي بروف اللي ما غاديش يديروهم. حنا في الكيس ديالنا كنا قريناهم, يعني كل بروف يقدر يديرهم ولا يقدر ما يديرهمش, ولكن هادو بثلاثه كيبغيو يخدموا. البراكيتين عنده علاقه شويه بحال قلنا الاعراب تقريبا, يعني كتحاول تقسم كل تكون عندك واحد الجمله كتحاول تقسمها على بزاف الاقسام, وكل حاجه كتسميها كتعطيها السميه ديالها, هذا راه ناون, هذا بروناون, هذا فيرب, هذا ادفيرب, هذا ادجكتيف, يعني كتحاول تفرقهم. وكتقراو حتى البارتس اوف سبيتش في هذا الجرامر 3, يعني حتى البارتس اوف سبيتش داخلين في هذا البراكيتين في هذا الشيء كامل. يعني راه شي حاجه اللي ضروريه في جرامر 3 تقرا فيها. وعندنا هنا براكيتين قلنا امبيجويتي, يعني اللي هي الغموض, فاش كتكون عندنا واحد الجمله اللي كتحتمل بزاف ديال الانتربريتيشنز, يعني كل واحد كيفاش يقدر يفهمها. يقدر نقول لك واحد الجمله بحال مثلا biting dogs can be bothersome. يعني هاد الجمله هذه الا قلناها يقدر تفهموا منها جوج المعاني, اللي هي biting dogs can be bothersome, يعني biting dogs اللي هي الكلاب اللي كتعض ممكن انها تكون زعما مزعجه, ولكن المعنى الاخر ديالها هو biting dogs can be bothersome, يعني انت انك تعض الكلاب راه شي حاجه اللي مزعجه. which doesn't make sense, ولكن هذا هي الامبيغويتي. يعني كيخصنا نقسموا ديك الجمله على نديروا لها البراكيتين باش نعرفوا شنو المعنى اللي احنا قصدنا بالضبط. عندنا التري دايجرام, عندنا نفس الخدمه ديال البراكيتين تقريبا, كنديروها حتى هي كنقسموا كنرسموا واحد الشجره ديال سينتاكس, اللي هي شجره ديال فيها كيكون في هذوك البارتس اوف سبيتش اللي قلنا قبيله وفي هذاك الشيء كامل. يعني هادو شي حاجه اللي اختياريه عند البروف, يقدر يقريهم ويقدر لا, ولكن في اغلب الاحيان انتم غير مزيان انكم تعرفوها وصافي. ندوزو للموديول اللي جاي, رابع موديول عندنا هنا اليوم هو initiation to translation, هي البدايه للترانسليشن. يعني اول مره غادي تشوفوا ترانسليشن في حياتكم هي هاد في هاد المسار ديالكم في هاد لافاك هادي في الانجليش ستاديز, هي في الاس 3. في الاس 3 غتقراو اول موديول هو initiation to translation, اللي هو in this module you will, شنو غتقراو في هاد الموديول هذا؟
define translation and the purpose of it. يعني غا تعرفوا بدأ لشنا هي هاد الترجمة، شنا هو المعنى ديالها أصلا، وعلاش حنا كنديروا الترجمة، شنا هو الهدف منها. ثاني حاجة هي learn the types of translation، يعني غادي تعلموا شنو هما الأنواع ديال الترجمة. كاين بزاف ديال الأنواع والبروف ديالكم غادي يقريهم لكم. هادشي كنقولوا في غالب الأحيان، حيتاش كاينين دي بروف اللي غادي في initiation to translation غتبداو ديريكت يبدا يعطيكم الترجمة، كاينين دي بروف اللي يقريوكم هو الأول هادشي هذا عاد تبداو الترجمة. داكشي علاش بين قوسين درت translate sentences and paragraphs or texts، يعني يقدر البروف يعطيكم ترجموا واحد الجمل واحد لي باراغراف اولا واحد لي تيكست من الانجلي العربيه اولا من العربيه للانجلي على حسب كل استاذ، ولكن غالبا كتكون الانجلي العربيه. المهم هنا هذا الشيء اختياري، داك الشيء درته بين قوسين حيت هذا الشيء نورمالمون كيبقى حتى الاس 4 عاد كيدار. يعني في الاس 3 كنكتفيو غير اننا نتعرفوا بدا على الترجمه ونوليو نولفوا الترجمه، حيت الجايه في الاس 4 الترجمة اللي غنترجموا فيها باراغراف. ولكن حتى شي حاجه من المستبعده، يعني كل بروف كل يونيفرسيتي تقدر دير المقرر ديالها كما بغات. خامس موديول عندنا اليوم هو بابليك سبيكين. من سميتو راه غادي تعرفوه علاش كيصلح. يعني بابليك سبيكين عنده علاقه بالهضره، والهضره يعني كتحاول انك تبراكتيسي ديك اللانجويج اللي انت معلمها كتحاول تهضر بها. يعني الانجلي ما كتقتصرش غير على الكتابه وعلى القواعد، وانما على انك تبرفورم الاداء ديال ديك اللغه، تهضر بها قدام واحد البيبليك بطبيعه الحال. داكشي علاش حنا مسمينه بابليك سبيك. ان ذيس موديول يو ويل، شنو غتقرا في هذا الموديول؟ يو ويل ليرن ذا ديفرنس بين اورال كوميونيكيشن اند بابليك سبيكين. علاش دخلت هنا اورال كوميونيكيشن؟ حيت غتقراو في الاس 2. في الاس 1 قلنا كاينه سبوكن انجلش، في الاس 2 كاينه اورال كوميونيكيشن، في الاس 3 عندنا بابليك سبيكين. هاد الجوج هادو كاين واحد الفرق ما بيناتهم اللي البروف ديالكم غادي يشرحوا لكم، غادي تعرفوا الفرق ما بين هاد الجوج هادو بالضبط. داكشي علاش كاين موديول في واحد السيمستر وموديول اخر في واحد السيمستر، ما يمكنش يداروا بحال هكا كل ما كانش واحد الفرق بيناتهم. learn how important is the public speaking skills، يعني دوك المهارات اولا المهاره ديال public speaking غتعرفوا شحال هي مهمه. يعني البروف ديالكم غادي يعطيكم واحد المعلومات عليها وغتعرفوا شحال هي مهمه وقيمه انها تكون عند اي شخص فينا حنا. ماشي حيت اللانجويج كما قلنا ما كتقتصرش غير على القواعد، انت باغي اللانجويج تو سيرفايف، باش تعيش بها، باش تقضي بها الاغراض ديالك، يعني ضروري انك تكون عندك هاد السكيل ديال public speaking. ثالث نقطة هي try to make to maximize your English speaking time، يعني غت في هذا الكورس هذا في هذا الموديول هذا غتولي تماكسيميزي، يعني غيولي تحاول ما أمكن أنك تهضر بالإنجليزي. ورابع نقطة هي learn the techniques to being a good public speaker، غتعلم شنو هما التقنيات التكنيك ديال كيفاش تولي واحد البابليك سبيكر اللي واعر، بحال دوك البابليك سبيكرز اللي كتكونوا ديجا كتفرجوا فيهم. غتعلم في هذا الموديل كيفاش تولي واحد بحال هذوك الناس، حيت ماشي شي حاجه صعيبه، يو كان دو ات. واخر موديل عندنا اليوم هو British and US culture and society. هذا الموديل هذا من سميتو غادي يبان لكم فيه British US يعني بريطانيا والولايات المتحده United States، culture and society يعني الثقافه والمجتمع، culture and society ديال United States of America and Britain أو لا Great Britain. أول حاجة in this module we will learn، أش غتعلمو في هذا الموديول؟ about the origins and history of English. أول حاجة علاش حنا كنقراو على بريطانيا وعلى أمريكا، علاش بالضبط هاد جوج دول؟ حيتاش هما اللي كنعرفو حنا الأوريجينز ديال لونجلي. وخا كاينين دول أخرين ولكن هادو هما الدول المحورية اللي معروفة، كنسمعوا لونجلي كتفكر في جوج ديال الدول امريكان اند بريتيش انجلش، هادو هما فاش كتفكر. يعني في هذه الحاله هذه غنقراو عليهم باش نعرفوا التاريخ ديال لونجلي، كيفاش دخلت لهاد الدول هادو، كيفاش بدات لونجلي في هاد جوج ديال الدول. We will learn also about the American and British culture and society. غنقراو حتى ما غنقراوش غير على اللغه كيفاش تكونات ولا كيفاش بدات ولا كيفاش التاريخ ديالها في هاد الدول، وانما غنقراو حتى على الكالتشر ديالهم وحتى على السوسايتي ديالهم كي داير. بحال غادي نقربوا بزاف لهاد جوج ديال الثقافات وهاد جوج ديال المجتمعات اللي totally different، يعني مختلفين بزاف، باش نزيدو نعرفوا عليهم حيت حنا كنقراو اللغه ديالهم.
مادام كنقراو اللغه ديالهم كيتفرض علينا اننا نقراو حتى الثقافه ديالهم باش نعرفوا شنو كيدير هذا الشيء هذا والباك جراوند ديالو. Well, thanks for watching. Your support means a lot to us. Thank you so much, and we'll see you in another video next time. Thank you.